السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وباذن الله هتجيب معاك نتيجة ممتازة. وصفتنا النهاردة يا بنات من افضل واروع الوصفات اللي انتم ممكن هتشوفوها معايا. انا عملت النهاردة الوصفة ديت ده علشان الناس اللي قالت لي انا عايزة وصفة للوزن العالي. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة كويسة جدا بالنسبة للوزن العالي يا جماعة، وبالنسبة برضو للناس اللي هي عايزة تقلل من وزنها شوية، او انا عندي كرش او جوانب، ده ان شاء الله هتنزل كل الدهون. يعني عايزه اقول لك كده ان هي هتنزل كتل دهون من جسمك، هتنزل بقى على هيئه عرق، هتنزل على هيئه حاجات تانية، ده ان شاء الله هتنزل معاكي يعني كميه كبيره من الدهون، وكمان هتنزل الميه الزايده اللي في جسمنا. يعني ايه الميه الزايده؟ طبعا في مننا كتير بيتهيأ ان هو جسمه زايد، وفي ممكن تلاقي الميه ايه يعني في ميه محبوسه في جسمنا، كل الحاجات ديت بتبقى سموم زايده في جسمنا. كل الحاجات دي ان شاء الله يا جماعه هنعمل الكوبايه ديت، ده هتنزل معاكوا كل الحاجات ديت العنيده اللي ما بتنزلش بسهوله، ده ان شاء الله من خلال بس ان انت هتجربي معايا الوصفه ديت ان شاء الله هتلاقي في فرق كبير جدا. عايزاه كده يا بنات قبل ما نعمل الوصفه بتاعتنا او قبل ما نشربها هنوزن بس كده ايه الوزن بتاعنا ونشوف قبل وبعد، ان شاء الله هتلاقوا نتيجه كويسه جدا، وهتكتبوا لي في الكومنتات وهتقولوا لي ان فعلا الوصفه جابت معانا نتيجه حلوه قوي. تمام؟ طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونحط لايك للفيديو، وصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات علشان ان شاء الله بنات كتير وناس كتير باذن الله هتستفاد من وصفتنا النهارده. يعني ايه هنجيب بس اي حاجه كده ان شاء الله عشان هنحطها كده على النار هنغلف على الوصفه. وصفتنا النهارده ان شاء الله هنستخدم فيها الكزبره، ده طبعا الكزبره الناشفه. الكزبره كويسه جدا يا جماعه، دي بتنزل كل السموم اللي في الجسم، بتنزل معاك دهون، بتنزل معاك وزن، وبتنزل كل الميه الزايده الموجوده في جسمنا. تمام؟ ده كده اول، ده كده اول معلقه، وده كده تاني معلقه. دول اللي انا هستخدمهم النهارده ان شاء الله في الوصفه بتاعتي. طبعا يا جماعه معايا الوصفه عشان ان شاء الله هتستفاد منها كتير. تاني مكون معايا طبعا اللي هو ورق اللورا. تمام؟ اهو هناخد منه كده ورقتين او ثلاثة. طبعا كلتنا انا يمكن كنت عملت لكم الوصفة ديت قبل كده وفعلا جابت نتيجة كويسة جدا، وفي ناس كتير قالت احنا فعلا جابت معايا نتيجة كويسة جدا. وطبعا في ناس كتير عارفة ان ورق الغار يا جماعة له سحر رهيب في نزول الوزن معانا. تمام؟ فان شاء الله الوصفة ديت انا متأكدة 100% ان هي هتجيب معاكي نتيجة كويسة جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد كده باكو شاي زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، الشاي الاخضر. عندك باكت او عندك سايب ممكن ان شاء الله هتستخدميه هيدينا برضو نفس النتيجة. هناخد بس حوالي باكو واحد بس. تمام؟ اهو هنفتحه بس كده اهو اهو، وهنحطه طبعا على المكونات بتاعتنا بالشكل ده كده. يبقى انا كده يا جماعة حطيت في الوصفة بتاعتي ثلاث مكونات. اول مكون معايا اللي هو الاساسي الكزبرة الناشفة، ورق الغار او ورق اللورا، الشاي الاخضر زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ هننزل عليهم بقى دلوقتي بكوبايتين ميه مغليه. دلوقتي كده هننزل عليهم بكوبايتين ميه مغليه. طبعا يا جماعه ممكن نستخدم الميه العاديه من الحنفيه، بس انا بقول عشان انجز في الوقت هنحط ميه مغليه عشان تغلي معايا بسرعه. بعد كده هنقلب المكونات مع بعضها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ومعايا مكون بقى اللي هو النعناع. النعناع الاخضر يا جماعه ده كويس جدا اهو، هنحطه بقى كده اهوت اهو بالشكل ده كده. لو عندنا نعناع ناشف مفيش مشكله برضو هنحط، عندنا اي حاجه من الاثنين ممكن نحطها، يا اما اخضر يا اما ناشف. تمام؟ دلوقتي بقى هناخد الوصفه بتاعتي وهنحطها على النار تغلي كده حوالي 4 أو 5 دقائق. طبعا هكون مغطيه الوصفه بتاعتي لان طبعا فيها زيوت طياره، او اي عشبه احنا بنغليها بتبقى فيها زيوت طياره، فانا عايزه احتفظ بها علشان اقدر استفاد منها. هنحطها على النار متغطيه كده لمده 5 دقايق وبعدين نرجع لكم تاني. وده كده يا جماعه الوصفه بتاعتي بقت بالشكل ده كده اهي، خلاص هي كده نزلت كل الفايده اللي فيها في قلب اهو. الكزبره بقى مع النعناع مع ورق اللورا كل الحاجات ديت مع الشاي الاخضر كلها امتزجت مع بعض وبقت بالشكل ده كده. اهم حاجة زي ما قلت لكم يا جماعة علشان عايز استفاد من الوصفة بتاعتي اغطي عليها كويس جدا لغاية ما تبرد معايا خالص وكل البخار ينزل تاني في قلب الوصفة، لان دي كلها انا عايز استفاد منها. تمام؟ دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا اهوت
نصفها بالشكل ده كده. وتابعوا معايا يا جماعه الوصفه، لان طبعا الوصفه كده لسه ما خلصتش، لسه في مكون تاني هنحطه عليها اهو. ده كده اهوت، طبعا بقى معايا كوبايه، طبعا ايه هنسيبها كده لغايه ما تبرد، وبعد كده ان شاء الله هنحطها برده في الثلاجه اهوت. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا، طعمها جميل جدا وطعمها مقبول، مش لها مراره ولا لها اي حاجه، وان شاء الله مش هنحط لا سكر ولا اي حاجه، هنشربها زي ما هي كده. طيب ايه هو بقى المكون اللي احنا ان شاء الله هنحطه؟ هقول لكم على حاجه، بعد ما الوصفه تهدى معايا خالص واحس كده ان انا بشربها زي ما تقدري كده تشربي الشاي بتاعك، هتشربي اللي هو ايه، بعد الكوبايه بقى يا جماعه ما تهدى معايا خالص هناخد نص ليمونه زي ما انتم شايفين كده معايا اهوت، نص الليمونه كده اهوت، هنشيل بس البذر والحاجات اللي فيها كده اهو اهيت، وهنقوم عصرينها اهو. بالشكل ده كده هنقلبها بقى دلوقتي كويس جدا بالشكل ده كده. دلوقتي يا جماعه الكوبايه جهزت معايا، طبعا هناخدها كام مره في اليوم؟ هناخدها مرتين اتنين في اليوم، بدون سكر بدون اي حاجه خالص، طعمها كويس جدا مش محتاجين ان احنا نحط عليها سكر. مره هتبقى على الريق، يعني اول ما نقوم من النوم كده هنحضرها، على ما تبرد معايا كده كون انا صليت وخلصت اللي ورايا هنبدا ان احنا نشرب، تمام؟ علشان نسد معانا الشهيه وما ناكلش كتير هنعمل الكوبايه دي. اما المره التانيه اللي هناخدها فيها هتبقى طبعا قبل وجبه الغدا، قبل وجبه الغدا يا جماعه طبعا هيكون في كوبايه تانيه متبقيه هجيبها ادفيها واشربها طبعا قبل الغدا علشان تسد معانا الشهيه، ما تخليناش ناكل كتير، حتى لو احنا عندنا شراهه على الاكل جامده كده هتقلل معايا كميه الاكل اللي انا هاكله واحده واحده. لو احنا اتبعنا كل الخطوات ديت ان شاء الله هتبص تلاقي معدتك بدات ان هي تكش، مش هتاكل كتير، هتلاقي كمان في نفس الفايده ديت وفي نفس الكوبايه اللي احنا عملناها ديت لها في فايده كبيره جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي هتنزل معاكوا كل الدهون الموجوده، هتحرق معاكوا كل الدهون الموجوده في الجسم، هتنزل الميه الزايده، لها فوائد كتير جدا. وده يعتبر كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.